أكيد وصلنا لمحطتنا الصباحية من مسرح الطفل يلي جذب انتباه الحضور وخاصة فئات الأطفال، وضمن فعاليات معرض دمشق الدولي كان لمنظمة طلائع البعث وقع شبات المسرح. أكيد عدد من الأنشطة اللي طبعا لاقت حضور وتفاعل كبير، أكيد رح نتعمق بشكل أكبر بأبرز الأنشطة لمنظمة طلائع البعث. ضيفنا ماهر حلواني أمين فرع دمشق لطلائع البعث رح يحكي لنا أكثر عن هالأنشطة. صباح الخير. أهلين، صباح الخير. أسعد صباحك. أسعد صباحكم جميعا. يعني عم نحكي اليوم عن أجمل فئة هي فئة الأطفال، ويمكن أكثر شيء بيشدهم وبيلفتهم. خلينا بالبداية قبل ما نتعمق نحكي عن المسرح، نحكي عن إقبال الأطفال، بدنا نحكي عن مشروع منظمة طلائع البعث بشكل عام. طبعا منظمة طلائع البعث، أنا بدي أحكي جملة قبل ما نبلش، كانت وما زالت موجودة خلال الأزمة على الأرض، بالعكس زاد نشاطها بظل ظروف الأزمة وعلى واقع الطفل، لأنه الشريحة الكبرى اللي استهدفتها الحرب كانت الأطفال، وشعارنا انطلق بإعادة البسمة على وجوه أطفالنا. فعالياتنا طبعا انطلقنا بالعام الماضي بأول انطلق مهرجان فرح الطفولة على خشبة المدرج الروماني بحديقة تشرين، كان بشهر 7 وبشهر 8 على مدار 8 أسابيع، يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء. طبعا الغاية كانت هي نفرج أو يشاهدوا العالم أجمع الطفل شو عم بيقدم. طفلنا خلال عروضه المسرحية عم بيقدم فقرات فنون شعبية، فلكلور شعبي من مختلف محافظات القطر العربي السوري. طب خلينا نحكي لكم عن المشاركة والفعاليات اللي قدمتوها بمعرض دمشق الدولي. نعم، نحن كان لنا أكثر من عرض على خشبة المسرح، مسرح الطفل بمعرض دمشق الدولي. هي الخشبة اللي وقف عليها كبار النجوم، السيدة أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، اليوم يقف على هذه الخشبة أطفال منظمة طلائع البعث من خلال فلكلور شعبي، عروض فنية فلكلور شعبي لكل محافظة. فلكلور كلنا نعرف أنه إلها فلكلور الشعبي المميز إلها، من خلال الزي أو الغنية أو الموسيقى اللي عم يرقصوا عليها. طبعا الشيء الملفت للنظر في هذا العام محافظة الرقة شاركت مع على خشبة مسرح الطفل بمعرض دمشق الدولي، وكان إلى الواقع يعني كان في إلها اهتمام، وحتى فاجأت العالم إنه محافظة الرقة تشارك. الحمد لله شاركت في هذا العام. نعم، كمان خلينا نحكي عن 14 شهر اللي كان هو عيد بالنسبة ل 18 شهر عفوا اللي كان هو عيد بالنسبة لمنظمة طلائع البعث، وكان في زيارة لوفود عديدة. خبرنا كيف كانت الأجواء وشو صار بهذا اليوم؟ طبعا هذا عيد الطلائع هو ب 15 آب، بس نحن ساويناه ب 18 يوم جمعة مشان الحشد الشعبي. الوفود اللي شاركت من ما مثل ما بقول لك محافظات القطر العربي السوري كلها شاركت بالمهرجان عيد الطلائع، وحتى كان في وفد من جمهورية مصر العربية كمان اجى حضر المهرجان. معكم الفنان محمد صبحي كان كمان. نعم، الفنان محمد صبحي حتى وخاطب الأطفال وألقى كلمة وخاطب الأطفال وهنأهم على عيد الطلائع. طب نحكي عن أبرز الفرق المشاركة بمعرض دمشق الدولي، واللي قدمتوا العديد من الفعاليات لاقت مثل ما قلنا بالمقدمة كثير من الترحيب. هلا طبعا نحن عندنا مسرح كبار للصغار، طبعا الممثلين كبار بس هو العرض بيناسب الطفل، وعندنا مثل ما حكينا فرق فنية من محافظة ريف دمشق، من محافظة حتى فرع فلسطين طلائع البعث كمان شارك على خشبة مسرح الطفل، شاركت محافظة اللاذقية، شاركت محافظة طرطوس، شاركت محافظة حما. حتى اليوم آخر حفلة بحديقة تشرين على المدرج الروماني رح كمان تجي محافظة حما تعرض بي. يعني لما بدنا نحكي نحن عن مسرح الطفل بدنا نحكي عن ذاكرة حقيقية للسوريين اللي كل الأطفال السوريين يمكن ربوا عليها وعندهم وله حقيقي فيها. اليوم خبرنا كيف كان له الوقع الخاص لمسرح الطفل وكيف كان إقبال الأطفال بالمعرض. نحن طبعا ما أنا متفاجئين بحضور الأطفال أو بهالكم الكبير من الجماهير، لأنه
الطفل اي شيء بيعمله هو جميل، شو ما بيعرض هو شيء حلو. لحد ما أنا متفاجئين بهالحشد الكبير على خشبة المسرح الطفل بمعرض دمشق الدولي. كان في لأنه العرض، عرض الطفل بيشدك من خلال أي شيء بيعمله، إن كان غناء إفرادي، إن كان عزف إفرادي، إن كان عرض فنون شعبية، فقرة فنية، أي شيء بيعمله الطفل بيشد الجمهور له، لأنه مثل ما حكينا شو ما بيعمل هو شيء جميل شيء حلو. كيف شفتوا تفاعل الأطفال من خلال العروض اللي قدمتوها؟ ما شاء الله كانوا هلا أطفالنا اللي عرضوا كانوا كتير مبسوطين، إنه أطفال مثلهم عم يشاهدوهم، وكانوا مبسوطين كتير وفرحانين كتير بهالعروض هاي المميزة. بقى يعني الطفل شد الطفل، بقى أكيد أطفالنا اللي عرضوا كتير كانوا مبسوطين كتير فرحانين، إنه هن يعني عم بيحاولوا يقدموا شيء، بدهم يوقفوا مع بلدهم بأي وسيله، بأي وسيله بقى هيلاقوا هالوسيله هي ليوقفوا مع بلدهم او مع الجيش العربي السوري اكيد. نعم، يعني استاذ ماهر رح نعرف انه اي ماده ممكن تتقدم للطفل او حتى تتعلم للطفل هي ماده لازم تكون الى ثقل والى اهميه ورساله لحتى يتعلم منها وينقلها لبقيه الاطفال. اليوم الجانب التوعوي الكبير اللي عم تقدمه منظمه طلائع الباس وحملته على عاتقها من زمان، يمكن من اول ما تاسست لحد اليوم، خلينا نحكي عن هذا الجانب قد اليوم نحن فعلا ضاعفت المسؤوليه عليكم. هلا نحن منظمة طلائع الباس عاملة تشاركية مع أكثر من جهة، مديرية البيئة، مديرية السياحة، حتى عاملين تشاركية مع وزارة الداخلية بحملاتنا. طبعا هي حملاتنا بتبدأ بدورات، أول شات للكبار، بعدين هالدورات هي طبعا هن اللي عم يتبعوا هالدورات هن المشرفين أو معلمين، خلينا نقول معلمين اللي بدهم يعلموا الأطفال هالمعلومة هي الصح اللي عم ياخدوها تنتقل للطفل حتى نسقطها صح على 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 طفلنا. بقى نحن عملنا ورشات كتيرة مثل لا للتدخين، لا للمخدرات، حتى مع مديرية البيئة إن واقع منيح معهم، يعني نحن إن مشاركة منيحة معهم بحدائق محافظة دمشق، وحتى بالنادي البيئي اللي عم نعمله بوحداتنا المدرسية. طيب شو هي أبرز العروض اللي تقدمت اللي فعلاً لقيت هيك إقبال وشهرة بين أو شيوع بين الحاضرين أو الحضور؟ هلا مثل ما حكينا كله أخذ كل شيء له، أكيد في عمل مميز كان له أكثر من هلا مثل ما عبلي كان محافظة الرقة مشاركتها كانت كتير مميزة بلباسهم بزيهم وحتى ب أغاني الفلكلورية، شاركوا بشيء شعبي فلكلور. أكيد أكيد، هو تعرفي أنت محافظة الرقة إلى 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 يعني الزي تبعها والطابع الخاص إلها، بنعرف شو عم بيصير فيها محافظة الرقة هلا، وتشاركت طبعا لقيت يعني كثير صدى عند الأطفال وعند الجمهور اللي حضر. الريف قدم كمان، ريف دمشق قدم كمان عروض مميزة، دمشق معروفة، دمشق إلها فلكلور الخاص فيها، بقى كل شيء له طابع مميز له. نعم، كمان خلينا نحكي عن الجانب الثاني. العالم بتشوف النتائج دائما استاذ ماهر، بتشوف النتائج دائما، بتشوف شو عم يقدموا الاطفال، لكن خلينا نقول الكواليس دائما ممكن تكون مظلمه شوي او ما كثير بيعرفوا تفاصيلها. خبرنا شو هي الصعوبات يلي واجهتكم سواء بمسرح الطفل وسواء بعمل المنظمه بشكل عام. هلا نحن بالعمل ما عندنا هالصعوبات، لانه مثل ما قلت لك نحن منظمه طلائع الباس موجوده من قبل الازمه وخلال الازمه وما بعد الازمه، شغلنا رح يكون بعد الازمه اكبر من هلا. مثل ما بنعرف طفلنا اللي موجود بالمناطق الساخنه هلا بده شغل اكثر من غيره. بقى نحن الصعوبات هي اكيد هي صعوبات ماديه حكما، يعني الصعوبات الماديه هي اللي بتواجهنا دائما، اما كنشاط وكذا كوادرنا موجوده دائما وعلى استعداد لتقديم اي شيء بيخدم بلدنا وبيخدم طفلنا. اكيد شكرا لك استاذ ماهر حلواني، اكيد وتحيتنا اكيد فرح لكل طفل شارك بهذا المعرض ورسم بصمه وعمل بصمه ورسم بسمه كمان على وجوه كل الاطفال. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم القناه الاخباريه السوريه. اكيد شكرنا لك، نتمنى التوفيق لكل الاطفال ويلاقوا مستقبل بليق فيهم. شكرا لك. شكرا.